تذكر ربك تسقط الهموم كلها. والله وأنا أخذت دورات يعني نفسية كثيرة في العلاج، لم أجد علاج لمن أصابه الهم أو الغم أو الاكتئاب أو أي أمراض نفسية كذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أعظم شيء في هالدنيا أنك تذكر ربك وانت تمشي، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، هكذا تكون حياتك بالذكر. وما تمشي تذكر الله سبحانه وتعالى. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان طيلة وقته يذكر ربه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف قدوم الأشعريين، أصحاب أبو موسى الأشعري كانوا يأتون من اليمن ويسكنون المدينة، قالوا كيف تعرفهم يا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال بدويهم للقرآن كدوي النحل، مشهورين بالقرآن، مو بالسيارات ولا بالجوالات ولا بالعطورات ولا بالبيوت ولا بغيرها، إنما ولا بالأرقام المميزة، ولا إنما اشتهروا بكتاب الله، اشتهروا بذكر الله. قال أهل العلم وأفضل الذكر قراءة القرآن لأنه كلام الله. انظر الإنسان اللي يعيش مع الذكر. سألت أحد التجار في الإمارات، كنا أنا وياه في بيته، رجل ما شاء الله ثري، فسألت قلت ما شاء الله كيف كونت هذه الثروة يا فلان؟ قال بالذكر. أول مرة أسمع تاجر يقول كون ثروتي بالذكر، هذا يقول يعني تعبت سنين طويلة وأسست وكذا، لكن هذا يقول بالذكر. قلت كيف؟ قال والله أنا كنت فقير، واسأل فلان كان في مجلس معنا، كنت فقير يقول ووضعي مالي سيء وديون، فصليت في إحدى المساجد فإذا أحد الدعاة يتكلم عن الذكر وفضل الاستغفار، وذكر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يستسب، وذكر قوله تعالى سبحانه على لسان داود فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول والله العظيم هذا الكلام أول مرة أسمعه، وهذا الفضل العظيم في الاستغفار وذكر الله. قلت ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال التزمت بالذكر، وأما أمشي وأنا راكب السيارة سبحان الله الحمد لله الله أكبر أستغفر الله لا إله، أدخل البيت حتى استغربت زوجتي، استغربوا عيالي وش اللي جاي هذا، موسوس ولا جاي يفتق في راسه ولا ممسرقع وش قصد قاعد يذكر الله 24 ساعة؟ لا يكون موسوس. يقول فلزمت الاستغفار والذكر ليل نهار ما أتوقف. يقول والله العظيم الشيخ يكلمني شخصيا يقول والله إن أموري قاعدة تتفرج بسرعة عجيبة، حتى يقول مرة والشاهد فلان أن مرة رجل طرق عليه الباب يقول لا أعرفه، فقال لي فلان أنت؟ قلت إيه. قال تفضل هذا ظرف خاص لك أنت. قلت من؟ قال والله من رجال ما يبغى يذكر اسمه. قلت لك الله توقعت في أوراق، فتحتها فإذا هو 100,000 ريال فسددت بها ديني. يقول سبحان الله فدخلت في أمر تجاري ونجحت، ثم يقول جاءتني الأموال من كل مكان. قلت والآن كيف الاستغفار معك؟ قال ملتزم فيه التزام تام، الذكر والاستغفار ما تتوقف شفتيه من ذكر الله سبحانه وتعالى. بل عهدنا شيخنا الشيخ باز الله يرحمه، كنا في الدرس مع أخص الدرس يوم الخميس أو في تفسير بغوي في يوم الجمعة في بيت الشيخ، إذا جلست سبحان الله إذا إحنا مثلا قرأنا أو صمتنا فإذا الشيخ دائما ننظر إلى شفتيه ما تتوقف من ذكر الله. كذلك شيخنا الشيخ من جبريل رحمه الله والشيخ من جرى الله رحمه الله رحمهم الله أجمعين عهدناهم بالذكر، وهذا الذي قواهم، وهذا الذي ثبتهم، وهذا الذي وفقهم، وهذا الذي رفع درجاتهم، وهذا الذي جعل الناس يحبونهم. يقول يذكر عن أيوب السختياني، قالوا أيوب عن أيوب أنه إذا خرج للناس ذكر الله وجهه يذكر بالله. ويقول أهل البصرة إذا أحسسنا في قلوبنا قسوة
وفي أعمالنا فترة، يعني ضعفنا في الدين وصار قلبنا قاسي، نظرنا إلى وجه محمد بن واسع فازددنا إيمانا أسبوعا كامل. ما شاء الله، بعض الناس تشوف وجهه تذكر الله، وبعض الناس تشوف وجهه تقول الله يستر، اليوم في مشكلة وجهه يجيب المغص، هموم حالته حالة ومشاكل وطقاق وزحف لكن سبحان الله بعض الناس تشوف وجهه تذكر الله، ينشرع صدرك. قالوا لماذا هؤلاء وجوههم تذكر بالله؟ قال لأنهم خلوا بنور الله في الظلمات، يعني في الثلث الأخير من الليل، فكساهم الله نورا من نوره. الله أكبر، انظروا كيف هؤلاء وصلوا إلى الدرجات العظيمة بالذكر. والله العظيم حتى لو نتكلم عن كبار السن من شيباننا اللي ماتوا على الذكر وعاشوا على الذكر، وتشوفهم أقوياء وتشوفهم ما شاء الله في الصف الأول، وتشوفهم محافظين على الصف على الصلاة. أنا أعرف الوالد الله يرحمه، من عرفت الوالد ما عمره فات الصلاة أبدا، من عرفنا رحمه الله. كذلك أجدادنا وأبا، لماذا؟ لأنهم كانوا يتقوون بالذكر، تقام دائما يدخل البيت يذكرون الله، لا إله إلا الله. اليوم نصبر الحين الشباب يدخلون وهم خاوي الليل ومخاوي الظهر وناسي مجرم وغيره، لكن هؤلاء شوف شلون يعاشوا على الذكر وانتجوا بهذا النتاج العظيم، قوة الإيمان، وربوا أجيال وأخرجوا أمة وهم ربما لا يقرؤون ولا يكتبون ولكن عندهم قوة الإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى. أوصي كل مسلم صراحة تمسك بذكر الله سبحانه وتعالى، بل من ذكر الله في قوم ذكره الله في قوم وفي ملأ أفضل من هذا الملأ وخير من هذا الملأ، ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. ما هذا فضل عظيم أنك تذكر الله، تكون من الذاكرين ليوهارة وانت ماشي، سبحان الله الحمد لله الله أكبر. شوف حياتنا في الواتساب أكثر من الذكر، حياتنا في الكمبيوتر أفضل أكثر من الذكر، حياتنا في الجوالات أكثر من الذكر، حياتنا في كل شيء أفضل من أكثر من الذكر. فلذلك نريد أن تكون حياتنا كلها بإذن الله بذكر الله. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من الذاكرين ومن الشاكرين، وفقنا وياكم ما يحب ويرضاه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.